اليوم بالترانزيت ريسبونس كاركترستكس، بس انا بدي احكي نقطه مهمه لازم نركز عليها قبل ما نكمل. ليش احنا مركزين كثير على السكند اوردر سيستم وخصوصا الاندر داون سيستمز؟ يعني ما هو السيستمز انواع كثيره، مش في فيرست اوردر وثيرد اوردر وفيفث اوردر وسيفنث اوردر. راح تلاحظوا احنا مركزين كثير على السكند اوردر وخصوصا الاندر داون سيستمز، ولذلك بنضلنا نحكي عن زيتا وبنضلنا نحكي عن اوميجا ان وبنضلنا نحكي عن اوميجا تي. زيتا اللي هي ايش؟ ايش اسمها او تعريفها؟ هي الريشيو والاوميجا ان هي ناتشرال داون فريكونسي، اوميجا دي هي داون فريكونسي. هذول الثلاثه المهمين بالنسبه لنا وبحددوا كثير من الريسبونسز تبعت السيستمز. السؤال الان اللي احنا بنساله اللي انا بديت فيه انه ليش احنا مركزين كثير على هذا السيستم؟ راح تشوفوا انه معظم السيستمز حتى لو كانت ثيرد اوردر وفورث اوردر وفيفث اوردر البيهيفير التصرف تبعها بيشبه الى حد كبير سكند اوردر سيستم، لانه في شيء اسمه دوميننت فورس. يعني لما احنا بنحكي عن سكند اوردر سيستم بنلاحظ السكند اوردر سيستم هذا الاس بلين اللي بنرسم عليه البولز، واتفقنا انه هذا السيستم مثلا لو عندي سكند اوردر سيستم له تو بولز هون، هذا السيستم ايش؟ ايش الاوردر تبعه اول شيء؟ سكند. هل هو اوفر دامب ولا اندر دامب ولا كريتيكال دامب؟ اندر دامب. اندر دامب انا بلاحظ البول هو كومبلكس كونجيجيت بير موجودين، والتصرف تبع هذا السيستم والاوفر شوت تبعه والرايس والسيتلينج تايم والناتشرال اندر فريكونسي كلهم بيعتمدوا على موقع هذول التو بولز. طيب لو صار عندي الان ثيرد اوردر سيستم والثيرد اوردر سيستم في له بول هون، البيهيفير تبعه شو تتوقعوا يكون؟ قريب جدا من السكند اوردر سيستم اللي له البولز هذول الاثنين. ولذلك بنجيب هلا موضوع جديد، فكره جديده او معلومه جديده اسمها الدوميننت. الدوميننت في العربي معناها مسيطر، سائق مسيطر. البول كل ما كان اقرب للجي اوميجا اكسس بكون مسيطر اكثر، بكون تاثيره على تصرف السيستم اشد، ولذلك هذا مش دوميننت بول. فرغم انه السيستم الجديد اللي انا رسمته هون في له 3 بولز من هون، التصرف تبعه والبيهيفير تبعه بقدر اقربه كثير من السيستم اللي له 2 بولز، ولذلك هذول بنسميهم دوميننت بولز. هذا هذا بنسميهم دوميننت بولز. والتصرف تبع هذا الثيرد اوردر سيستم راح يختلف بحد كثير من السكند اوردر سيستم اللي له 2 بولز. ولذلك هنشوف راح نضيع وقت كثير ونقضي وقت كثير ونحن نحكي على السكند اوردر اندر سيستم ونركز على هذول البولز اللي هون، لانه البيهيفير تبع حتى الهاير اوردر سيستمز راح اقدر اقربه بهذا الشكل. يعني حتى لو كان عندي مثلا فورث اوردر سيستم والفورث اوردر سيستم له تو بولز هون، او فورث اوردر سيستم مثلا له كمان كومبلكس كونجيجيت بير مثلا هذول كانوا موجودين هون. هذول حتى الفورث اوردر سيستم هذا التصرف تبعه البيهيفير تبعه الاندر الاوفر شوت والسيتلينج تايم كل الاشياء هاي بتضل تعتمد على التير اوف دوميننت بولز اللي موجودين قريب. كل ما كان البول اقرب للجي اوميجا اكسس بكون اثره على تصرف السيستم اشد بكثير واقوى بكثير، هو بصير دوميننت لدرجه انه انا حتى ممكن اقرب سيستم له تو بولز هون، ثيرد اوفر سيستم له تو بولز هون وبول هون، اقربه تقريبا واعتبر انه هو قريب من هذا السيستم واهمل البول الاخير، خصوصا اذا كان بعيد. طبعا اذا ما كانش بعيد وكان البول عندي هون قريب طبعا عندي مشكله، بقدرش اعتبر انه هو هذا صار هذا له اثر من هون البول اللي هون. ماشي، هاي نقطه مهمه جدا وهي بتفسر ليش رح نضلنا نركز على زيتا اوميجا ان واوميجا دي، فكره الدوميننس والدوميننت فورس. ماشي، واضحه هاي النقطه مهمه جدا. اذا خليني ارجع الان رح ارجع على زيتا واوميجا ان واوميجا دي. اذا شيل النقطه هاي